بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، نزلنا مع القرآن العظيم طلبا الخيرية وللخصوصية وللأجر الوفير وللدرجات العلا عند الله عز وجل. أهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الطيب المبارك، حيث الرحمة والسكينة ومجالسة الملائكة الكرام. والآن نحن نذكر جميعا في الملأ الأعلى، فأبشروا وهنيئا لكم، وندعو الله عز وجل أن يجعل هذه الخطى وهذا المجلس في ميزان الحسنات لي ولكم يوم القيامة. ما زلنا مع سورة البقرة، واليوم نشرع من قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال ابن كثير عليه رحمة الله: يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية وأنه لا شريك له ولا عديل له، بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو، وأنه الرحمن الرحيم. وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول الفاتحة. ثم قال: وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي قوله تعالى سورة آل عمران ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أخرجه أبو داود وقال حسن صحيح. قال القرطبي معلقا على هذه الآية المباركة: لما حذر تبارك وتعالى من كتمان الحق، أي في الآيات التي مرت بنا، بيّن أن أول ما يجب إظهاره ولا يجوز كتمانه أمر التوحيد، ووصل أي تبارك وتعالى ذلك بذكر البرهان وعلم طريق النظر، وهو الفكر في عجائب الصنع، ليعلم أنه لا بد له من فاعل لا يشبه شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال كفار قريش: يا محمد أنسب لنا ربك، أي بين لنا نسب ربك تبارك وتعالى، أنسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى سورة الإخلاص، يعني قل هو الله أحد، وهذه الآية التي بين أيدينا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. في الحقيقة يعني هذه الآية فيها إشارات ويعني لطائف علمية وتربوية رائعة، وإن كنا يعني قد أتينا عليها في درس التوحيد في حديث جبريل فيما مضى، لكن نذكر ببعض الخطوط العريضة يعني حول هذه الآية المباركة، لأنها مهمة جدا، ويعني من باب تذكير إخواننا بهذه الإشارات التي ينبغي أن تكون حاضرة عند جميع طلاب العلم. لا إله إلا هو، قالوا والإله أي المألوه، أي المألوه معناه المعبود حبا وتعظيما، المعبود حبا وتعظيما، أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وإلا فالآلهة قد تكون كثيرة ولكنها يعني على غير الحق، أما الذي يستحق أن يعبد يعني الإجلال والتعظيم والمذلة والحب إنما هو الله تبارك وتعالى. كما مر بنا قلنا في يعني الشطر الأول من الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، أو كما في نحو هذه الآية في قوله لا إله إلا هو، قالوا هي يعني فيها نفي وإثبات، نفي وإثبات، فيها نفي وإثبات في ذات الوقت، تنفي أربع وتثبت أربع، وأشرنا إليها بتفصيلاتها، نقول فقط عناوين للتأكيد عليها مرة أخرى. قلنا أنها تنفي أربعة: الآلهة والأرباب والأنداد والطواغيت. يعني كلمة أشهد أن لا إله إلا الله
أو هذه الآية التي معنى لا إله معناها نفي لأربعة أشياء: الآلهة، الأرباب، الأنداد، الطواغيت. قلنا يعني تثبت أربع: القصد والإرادة، التعظيم والمحبة، الخوف والرجاء، ثم التقوى. يعني لو تذكرون قلنا عن الآلهة جمع إله، وهو كل ما قصدته بشيء من جلب نفع أو دفع ضر. خطوط رئيسية: يعني الإله هو كل ما قصدته بشيء من جلب نفع أو دفع ضر. وفي يعني الكلام الذي مضى هو المألوه المعبود كما قلنا حبا وتعظيما سبحانه وتعالى. الأرباب جمع رب، وهو كل من أفتاك بمخالفة الحق وأطعته، كما في كلامه عن أهل الكتاب: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولما سأل عدي بين له النبي عليه السلام أنه كان يحلون الحرام ويحرمون الحلال، فهذه هي العبادة. أيضا الأنداد جمع ند، وقلنا هو كل من شغلك عن الله عز وجل من مال وولد وأهل وعشيرة ووطن ومنصب وجاه، فكل ما شغلك عن الله عز وجل فهو يعني ندا لله تبارك وتعالى. الطواغيت قلنا جمع طاغوت، ويعني الكلام في الطواغيت كثير جدا كما أشرنا وتذكرون في حينه بالتفصيل، ولكن من أبلغ يعني التعريفات تعريف عمر أنه الشيطان، وهذا مشهور عند السلف. تعريف ابن القيم وهو بليغ وجامع وشامل يجمع الشيطان وغيره، حينما قال أن الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع. وللسلف يعني إشارة لطيفة أن الطواغيت لها رؤوس، وإلا فيها كثيرة جدا، لها رؤوس من أولها الشيطان، وهذا معلوم، وعمر قد سمى يعني الطاغوت أنه هو الشيطان. الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى الذي يستبدلها ويضع من عند نفسه بدلا أو بديلا عنها. أيضا منها الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ويعني طبعا هذه تحتاج إلى تفصيل طويل وكثير مع يعني الإشارات المهمة. نحن نفرق بين النوع المعين، ويعني إذا أردنا أن نسقط الكلام فلابد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع، وهذا يحتاج إلى تفصيل. العراف أو الدجال أو كل من ادعي علم الغيب، هذا أيضا من الطواغيت. أي إنسان يدعي علم الغيب، عراف، دجال، ساحر، كاهن إلى آخره، فهذا أيضا يسمى طاغوتا كما قلنا. أيضا قالوا من رؤوس الطواغيت من عبد من دون الله هو راض، يعني يعلم الناس يعبدونه من دون الله ويرضى بذلك، فهذا طاغوت. أو من رشح للعبادة وأيضا هو راض، أما من عبد عن غير رضا فهو بريء من أمثال هؤلاء الذين يعني أدوا له هذه العبادة. أما يعني تعريف القصد والإرادة والتعظيم والمحبة والخوف والرجاء والتقوى، أنها لا يعني تصرف إلا لله، يعني حينما نفى الإلهية والربوبية والندية ويعني الطواغيت، وأثبت القصد والإرادة، المحبة والتعظيم، الخوف والرجاء والتقوى، فهذه لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. يعني من باب الفائدة، من باب التذكير أيضا، قلنا يعني إذا نفت الأربع وأثبتت هذه الأربع فأيضا قلنا لها شروط. لا إله إلا الله لها شروط سبعة تكلمنا فيها كثيرا، أيضا نشير إليها إشارة عابرة حتى ندخل في صلب الموضوع. قلنا يعني من شروطها السبعة: العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، القبول المنافي للرد، الانقياد المنافي للترك، الصدق المنافي للكذب، الإخلاص المنافي للشرك، المحبة قيل المنافية للبغض. فيعني استحضر هذه المعاني مع يعني مع
معرفتك بلا إله إلا الله فهي تعين على تفصيق هذا المعنى معنى الوحدانية في قلبك واستحقاقه تبارك وتعالى أن يعبد بكمال الحب مع كمال الذل مع كمال التعظيم والإجلال والتقدير وبالتالي السمع والطاعة والإذعان التام له سبحانه وتعالى. في هذه الآية يقول الشيخ العثيمين عليه رحمة الله يعني إشارة لطيفة إلى أسمائه الحسنى الأربعة، ففي هذه الآية إشارة إلى الإله وهو اسم من أسماء الله عز وجل، إشارة إلى الواحد وهذا اسم من أسمائه عز وجل بالإضافة إلى الرحمن والرحيم، فهما من أسماء الله وقد تكلمنا عنهما بشيء من التفصيل في تفسير يعني سورة الفاتحة. قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يقول عليه رحمة الله يعني ابن كثير ثم ذكر تعالى الدليل على تفرده بالإلهية بتفرده بخلق السماوات والأرض وما فيهما وما فيهما وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ سبحانه وتعالى من المخلوقات الدالة على وحدانيته، فقال عز وجل اسمع إن في خلق السماوات والأرض تلك في ارتفاعها أي السماوات ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها وعمرانها وما فيها من المنافع أي لسائر المخلوقات. ثم قال واختلاف الليل والنهار هذا يجيء وهذا يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه لا يتأخر عنه لحظة، كما قال تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وتارة اسمع إلى هذه الإشارة الجميلة، وتارة يطول هذا ويقصر هذا وتارة يأخذ هذا من هذا يعني يأخذ الليل من النهار والنهار من الليل ثم يتقارضان يعطي الليل يعني جزءا منه للنهار ويعطي النهار جزءا منه للليل تقارض، كما قال تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل أي يزيد من هذا في هذا والعكس. قال القرطبي حول هذه الآية اختلافهما بإقبال أحدهما وإدبار الآخر من حيث لا يعلم. انظر الإشارة الجميلة جدا، يعني نحن في الليل مثلا يأتي النهار ويذهب الليل ونحن لا ندري أين ذهب الليل حيث لا يعلم، ثم يأتي الليل ويذهب النهار. هذا من أعظم الآيات الباهرات على وحدانية الله عز وجل وعلى عظيم علمه وحكمته وقدرته سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال وقيل الاختلاف في الأوصاف يعني اختلف بين الليل والنهار في الأوصاف من النور والظلمة والطول والقصر، وقال العثيمين عليه رحمة الله في الإضاءة والظلمة في الحر والبرد في النصر والخذلان، يعني ما يعني يقصد إضاءة وظلمة ليل ونهار في مثلا طول وقصر اختلاف في نصر خذلان، يعني في أناس ينصرون في الليل وأناس يخذلون في النهار والعكس، فهو يقول يعني لعل الإشارة إلى ما وقع فيهما يختلف اختلاف كلي، قد يكون يعني بصورة فعلا مختلفة كلية لكن هي من عظيم حكمته سبحانه وتعالى. يشير كم يعني فنى فيها من حي مثلا في الليل أو في النهار وكم فيها من حي الآن موجود وكم عز فيها من ذليل وكم ذل فيها من عزيز، يعني تجد يعني في النهار حدثت أمور وأحداث ومواقف رفع أقوام وخفض آخرون، مثلا بسط لأناس في الرزق ويعني أخذ على أيدي آخرين بجائحة بضياع مال بكذا أحداث وأحداث لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى وقعت في الليل وفي النهار وقد تكون مختلفة كلية يعني من وقت إلى آخر. نعم.
وهذا إنما يدل على تمام سلطانه سبحانه وتعالى وعلى تفرده بالوحدانية. نعم، يعني إذا نظرنا إلى هذه يعني الإشارة اللطيفة، نظر إلى ليل والنهار في الحقيقة إخواني آية عظيمة جدا، من الآيات الباهرات التي تجعلك فعلا يعني تنظر وتتدبر وتتأمل وتتفكر، لأن هذا يعني من دلائل هذه الآيات، كما في قوله تبارك وتعالى في كتابه وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. فيعني هذا التعاقب وهذا الاختلاف الموجود وهذا الولوج من هذا في ذاك ومن هذا في الثاني، وهذا الإقراض من الليل للنهار ومن النهار للليل، والاختلاف بين الظلمة والنور والأحداث وما شابه ذلك، لا شك أنها آيات لمن يعني أراد أن يتذكر وأراد أن يعني يتعظ وأراد أن يعتبر وأراد أن يشكر المولى عز وجل على عظيم نعمه في هاتين الآيتين العظيمتين. قوله تعالى والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعاش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلاء. في الحقيقة يعني يسمى بالاصطلاح العصري تبادل المنافع. إذا نظرنا إلى يعني توزيع الأرزاق وتوزيع المناخات وتوزيع المواقع والخيرات، سواء التي على وجه الأرض أو مثلا المناخ ككل أو التي في بطن الأرض أو في طبيعة الأرض أو في نتاج الأرض من هنا وهنا، نجد فعلا أن هذا يحتاج إلى أن ينقل هذا لهؤلاء وينقل من هؤلاء لهؤلاء، تبادل منافع بين الناس. فمن جملة يعني الآيات الباهرات أن سخر تبارك وتعالى الفلك التي هي السفن التي تنقل من هنا إلى هنا، وكانت الوسيلة يعني الوحيدة للنقل بين مثلا الأماكن التي بينها بحار أو محيطات أو ما شابه ذلك. ففي الحقيقة هي آية تدل على عظيم قدرة الله عز وجل وعلى أن التكامل مطلوب بين الناس وأن الناس يحتاجون إلى بعضهم، وما يعني قد يكون فقد هنا يكون هناك، وقد يعني تجد في بعض الأماكن أشياء هي سبب الغنى والمستوى المرتفع، في حين أن الأماكن الأخرى قد تكون مميزة عنها بأشياء كثيرة جدا، لكن هذا التمايز يدفع أولئك أن يحتاجوا لهؤلاء، كما واقع الآن الشرق مثلا والغرب، أمريكا مثلا وأوروبا يحتاجون إلى منطقة الشرق الأوسط بطريقة عجيبة جدا للخيرات التي في بطن الأرض عندهم من معادن ومن بترول وما شابه وغاز وما شابه ذلك، تجد حاجة، وإلا فهم وصلوا في التكنولوجيا والتقدم والحضارة يعني مراحل كبيرة، لكن لا يستغنون. وكذلك يعني أماكن كثيرة تتبادل مثل هذه المعاني المهمة التي يحتاج فيها الناس إلى تسخير الله عز وجل لمثل هذه الآية العظيمة. فتسخير الفلك التي يعني تتحرك في البحر وهي محملة بأثقال على سطح الماء بهذه الصورة، في الحقيقة هذا من توفيق الله عز وجل، وإلا فخبروني لو هاجت الريح مثلا أو تغير الجو أو اضطرب البحر ماذا تصنع تلك السفن العملاقة، كما يعني تذكرون في فترة يعني سابقة كيف صنعوا يعني سفينة وقالوا أنها سموها القاهرة على ما أعتقد أو اسم قريب من هذا المعنى، وأنها التي لا تقهر وأنها 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 بمجرد أن صارت وافتتحوها ودخلت إلى الأعماق غرقت في ثوان معدودة، تلعها المحيط تلعها بمن فيها. فيعني لا شك أن هذا يدل على أن الله هو الذي يأمر البحر أن يعني يحمل هذه، وكذلك هو الذي قد يأمره أن يبتلع تلك ليعتبر الناس ويتعظوا من مثل هذه الآيات. نعم، قوله تعالى وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كما في قوله أيضا وآية له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. لا شك يعني أنها آية، هذه آية عظيمة يشير إليها يستدل بها تبارك وتعالى أو يدلل بها تبارك وتعالى لعباده على عظيم قدرته وحكمته وعلمه ويعني عظيم صنعه سبحانه وتعالى، كآية تثبت فعلا وحدانية المولى تبارك وتعالى وعظيم قدرته وحكمته عز وجل. هذه الصورة التي يعني لو قمنا بتوهمها لفعلا استشعرنا قيمة هذا المعنى، يعني انظر
انظر إليها وتأمل فيها جيدا. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. سبحان الله، كأن الأرض كانت ميتة وبعد أن أنزل إليها الماء كما في الآية الأخرى اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. سبحان الله، اهتزت تحركت وأخرجت يعني موضع فيها من بذر مثلا، أو إن لم يوضع فيها أخرجت العشب والكلأ الطبيعي، فخضرت وترعرعت وكأنها فعلا يعني بعد موت خرجت للحياة من جديد. هذا كله بأمر الله تبارك وتعالى، وإلا فيعني الناس يعني مهما صنعوا لن يصلوا لهذا المستوى. قد يأخذون بالأسباب والتكنولوجيا والعلم الحديث في الزراعة، وضع البذرة والأخذ بالأسباب وكل المعاني المعروفة، لكن قد لا ينبت هذا البذر وقد لا يعني يخرج من بطن الأرض أصلا، لأن الله عز وجل قال أنتم تزرعونها ونحن الزارعون. القضية أكبر من ذلك. فهذه إشارة لطيفة لآية عظيمة يعني ينبغي أن نقف عندها طويلا نتعلم منها هذا المعنى. نعم، فيقول وبث فيها من كل دابة، أي اختلاف أشكالها، أشكال الدواب. شوف يعني هذه آية عظيمة، وأشكال الدواب يعني وصورها لا تعد ولا تحصى. قال أي اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها، ويعلم ذلك كله سبحانه وتعالى ويرزقه ولا يخفى عليه شيء من ذلك، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم إيش مستقرها. مستقرها قال أهل العلم يعني منتهى سيرها، يعني تخيل أي دابة على الأرض تبارك وتعالى يعلم مستقرها يعني منتهاها، خط السير كم ستتحرك وإلى أين ستتحرك، ويعني كل هذا مرصود بل محصي ومكتوب، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، كل هذا مكتوب. أتدري ما المعنى؟ أن الدواب على اختلاف أشكالها وأنواعها وكبرها وصغرها وعلى اختلاف أجناسها كلها محصية ومسجلة، يعلم منتهاها يعني خط السير وإلى أي مكان ستنتهي، والمستودع الذي هو المأوى والمقر الذي تأوي إليه وترجع إليه. فهذا يدلك على عظيم سعة علمه وقدرته سبحانه وتعالى. نعم، أيضا يقول بعض أهل العلم معلقا على هذه الآية لفتة في الحقيقة جميلة جدا، يقول وكم في الأرض من هذه الدواب لا يعلم أجناسها إلا الله، فما بالك بأفرادها. يعني أجناس الدواب الموجودة يعني الفصائل مثلا والأنواع يعني ما يستطيع أحد أن يحصيها عددا، الأصناف، فما بالك بأفراد كل صنف. يعني فعلا فعلا تقف معظما مجلا ومقدرا لله عز وجل. أنت الآن تعجز بالإمكانيات الحديثة وبالعلم الحديث ويعني هذه الثورة العلمية الكبيرة عن حصر وعد يعني أجناس الدواب الكبيرة والصغيرة والتي تمشي على أربع والتي تمشي على رجلين، ويعني الأشكال مختلفة، الأجناس فقط ما نجحوا في إحصائها للآن، فما بالك بالأفراد، أفراد كل جنس. انظر إلى الله عز وجل يعلمها ويعلم منتهاها، منتهى سيرها، ويعلم المأوى التي تأوي إليه، وكل حركة منها مرصودة ومحصية، بالإضافة إلى ضمان رزقها وهدايتها، هداية التوفيق إلى يعني هداية الإرشاد إلى الوصول لرزقها والحصول عليه بهذه الطريقة التي قد تتعجب أنت لها. قد تجد يعني دودة مثلا في باطن الأرض تقول أن لها برزق يرزقها الرزاق سبحانه وتعالى. فهذه يعني تحتاج إلى وقفة لنعتبر ونتعظ من هذا المعنى الجميل. نعم، يقول وتصريف الرياح، وتصريف الرياح أي تارة تأتي بالرحمة. انظر إلى هذا التصريف العجيب الذي يدلك على عظيم قدرة الله عز وجل. يقول أي تارة تأتي بالرحمة أي الرياح، وتارة تأتي بالعذاب، وتارة تأتي مبشرة يعني بين يدي السحاب، وتارة تسوقه أي السحاب، وتارة تجمعه، وتارة تفرقه، وتارة تصرفه. سبحان الله، يعني هي الرياح، مرة قد تأتي بمثلا بالرحمة لواقح، وقد تأتي بالعذاب كانتقام وعقوبة من الله عز وجل كما سيأتيك البيان، وقد تأتي مثلا بالسحاب تسوقه، وتارة تجمعه إلى بعضه، وتارة تفرقه
سبحان الله العظيم. وترى تصرفه، يعني إيش تصرفه؟ يعني يتبخر خلاص ينتهي تماما. فمن يقدر على ذلك؟ لا أحد إلا الله عز وجل، دليل على وحدانيته سبحانه وتعالى. قال القرطبي: تصريفها إرسالها عقيما، الرياح عقيما وملقحة، يعني فيها اللقاح، وسرا، يعني نوع من أنواع الريح، سرا سر، ونصرا، قد تكون نصرة كما نصر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا، وقد تكون دمار هلاك كما كان مع عاد، إلى آخر هذه المعاني. يقول: ونصرا وهلاكا وحارة وباردة، قد تأتي فيها حرارة وقد تأتي فيها برودة، ولينة وعاصفة الترابية مثلا التي يصحبها التراب والعواصف الرملية وما شابه ذلك. وقيل تصريفها بإرسالها جنوبا وشمالا ودبورا وصبا ونكباء. نكباء يعني لا هي شمالية ولا هي جنوبية ولا شرقية ولا غربية، يعني كأن المعنى تركت خط السير والمدار بأمر الله عز وجل، كآية من آياته سبحانه وتعالى. نعم. قال: وعن ابن عباس كما في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأكيد المعنى يعني يستشهد بهذا الحديث: نصرت بالصبا، نوع من أنواع الريح، نعم، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نعم، فيعني لا شك أنها من جنود الله عز وجل، كما في يوم الأحزاب: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فكانت فاصلة في خلع خيام الأحزاب وفي ضرب بعضهم ببعض وفي قرارهم بالرحيل خائبين خاسرين لا يعني يرجعون بشيء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه هو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح فإنها من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. يعني إذا رأيتموها فسلوا الله عز وجل من خيرها وتعوذوا به من شرها سبحانه وتعالى. ولا شك يا أخواني أن هذه آية من آيات الله عز وجل. نحن يعني سمعنا أنواع للرياح كما قلنا، ولكن سبحان الله لو نظرنا إلى بعضها في هذا الزمن، وقد وقعت منذ أشهر لو كنتم من المتابعين، بعض الأعاصير مثلا في أمريكا الجنوبية، أعاصير أتت قيل أن الخسائر مش بالملايين، بالمليارات، بالمليارات من الدولارات بقليل من العصير، يعني لم تستغرق يعني أسبوعا أو يعني تزيد قليلا عن هذا، فأحدثت هذه الخسائر وأدخلت الرعب والفزع حتى أن بعض البلاد بأكملها هجرت وتركها أهلها على ما فيها من متاع الدنيا خوفا من العصير، وهي نوع من نوع الرياح أو الريح الشديدة التي يسلطها تبارك وتعالى على من شاء. ويعني نقل إلينا بعض الأخوة أن هذه البلدة التي كانت فيها العصير كانت يعني، وإن كانوا كلهم على الكفر وعلى المجاهرة بذروة المعاصي والإباحية، لكن كانوا من أشد يعني الولايات يعني مناداة بالإباحية وتقنين اللواط وإسحاق وما شابه ذلك علانية في الطرق العامة، فكان فيها مؤتمرات لهذا المعنى و مطالبة بسن قوانين لحرية زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة وما شابه ذلك، فضربت تلك الولاية بقليل من هذه العصير. ونحن نقول: اللهم سلط عليهم جميعا إن لم يتوبوا ويرجعوا ويسلموا هذه العصير لتريح البلاد والعباد من شرورهم، إنك على ما تشاء قادر يا رب. نعم، فلا شك أن هذا يعني معنى مهم. ثم يعني ذكر حديث عن عائشة رضي الله عنه وفي صحيح مسلم، وفيه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم، يعني أي يوم فيه ريح أو فيه غيم، الغيم هذا قد يطلق على السحب والمزن وإلى آخره، يعني يقول: إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. انظر وتعلموا، عرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، وأقبل وأدبر، عارفين يعني دخل وخرج، يعني ما يجلس على الأرض، قلق، اضطراب، خوف، فزع، ورعب. النبي عليه الصلاة والسلام لمجرد أن بدأت الريح أو ظهر الغيم من بعيد يعني يدخل ويخرج، اضطرب، اضطراب شديد جدا. نعم، فإذا مطرت
يعني هكذا نقلها. فإذا مطرت سر به فرح سر به صلى الله عليه وسلم وذهب عنه ذلك. قالت عائشة فسألته فقال يعني معنى كلام فسألته ما الذي حدث؟ دخول وخروج وقلق واضطراب ودعاء واستغفار وخوف ورعب، إيش الذي جرى؟ فلما سألته فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. ياه والله استشعروا هذا المعنى إخوان، كما سأتينا في بعض الإشارات معنى مهم جدا جدا غفلنا كثيرا عنه، وكأننا أمنا وكأننا من أمثل الناس ومن أمثل المجتمعات، ويعني قد ضمننا على الله ما لم يضمنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، كما في الحديث والله لا أدري والله لا أدري والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. انظر يعني سترى أننا فعلا في تقصير شديد مع مثل هذه المعاني المهمة. فيا ليتنا ننتبه، كان في بعض الروايات إذا علت الريح بس تعلى شوي بس كان يظهر على وجهه مباشرة، إذا علت الريح دخل وخرج ودعا واستغفر اصفر وجهه واقشعر شعره وتغير خوفا من يكون فيها العذاب والانتقام، وعلم من القرآن والسنة أن أقواما عذبوا بالريح وأهلكوا وأزيلوا من على وجه الأرض وأصبحوا عبرة لمن يعتبر، مع أنه يعني كما تعلمون أفضل من عبد الله عز وجل، أحسن من صلى وصام، ومع ذلك كان يخاف، ومعه من مجتمع في الحقيقة من أمثل المجتمعات على وجه الأرض إلى قيام الساعة، ومع ذلك كان يخاف عليهم وعلى نفسه، ويعلم الأمة من بعده أن تسير على نفس الدرجة من الحذر والحيطة والخوف. قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، قال ابن كثير أي سائر بين السماء والأرض يسخر إلى ما يشاء الله من الأرض والأماكن، يعني هذا السحاب الذي بين السماء والأرض هو مسخر بأمر الله عز وجل يساق إلى حيث أراد تبارك وتعالى من الأراضي من الأماكن بعظيم قدرته سبحانه وتعالى وتصريفه. وقال القرطبي فيها المسخر المذلل، وتسخيره بعثه من مكان إلى آخر، يعني التسخير المقصود به هنا أن يبعث من مكان إلى آخر، قد يكون السحاب أصلا مثلا بجوار البحار الآن ناحيتنا مثلا والمحيطات التي من قبلنا بكثير، ولكن هو يسخر لأماكن معينة يعلمها تبارك وتعالى بعلم الأزلي الشامل المحيط، بل ويعلم كل القطرات التي ستنزل متى وكيف وأين ستقع وعلى أي نحو ستقع، سبحانه وتعالى عظيم في علمه وقدرته وحكمته سبحانه وتعالى. يقول أورد مسلم يستشهد الإمام القرطبي عليه رحمة الله بأن السحاب يساق لأماكن محددة معلومة بعلمه سبحانه وتعالى، قضية منتهية. اسمع، يقول أورد مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا رجل، يعني راجل، انظر لهذا الوصف، بينا رجل بفلات من الأرض، حتة أرض كذا زرعية بعيدة يعني يملكها، بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة، رجل يمر بفلاة في يعني منطقة تكاد تكون صحراوية سمع صوتا في سحابة، أمر عجيب لم يعتاده ولم يسمعه من قبل، سحابة تتكلم فانتبه وأنصت وتمعن في الكلام. نعم، يقول فسمع صوتا في سحابة يقول هذا الصوت اسقي حديقة فلان، يعني كأن يعني السحابة تكلم من صوت قريب منها يقول اسقي حديقة فلان. قال يعني مسلم يقول يعني هذا الرجل فتنحى ذلك السحاب، الرجل لما سمع الصوت في السحاب ركز وتدبر وتابع حركة السحابة، يقول فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه، يعني نزل المية اللي فيه كلها، السحابة دي كلها نزلت في مكان معين، فأفرغ ماءه في حرة، الحرة هي المنطقة الصحراوية الصخرية التي فيها صخور سوداء، صخور سوداء ملساء
لا يعني لا تشرب الماء، يعني الماء كله ينزل منها لا يمكث فيها. يقول في حرة قال منطقة صخرية من الصخر الأسود، فإذا شرجة من تلك الشراج، شرج يعني فتحة أو مثلا مجرى سيل أو ما شبه ذلك، فإذا شرج من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، المية كلها بعد ما نزلت على المنطقة الصخروية هذه نزلت إلى تلك الفتحة التي استوعبت كل الماء. الرجل يعمل إيه؟ تتبع المية ويمشي، قال عايز نشوف المية رايحة فين، فيقول فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، مسحة زي الفاس مثلا أو ما شابه ذلك، يحول الماء بمسحاته، فقال له يا عبد الله، هذا الرجل الذي تتبع الماء، ما اسمك؟ قال فلان، للاسم الذي ايش سمع في السحابة. قال له اسمك ايه؟ قال له اسمي كذا كذا، نفس الاسم اللي سمعه فين؟ في حديث السحابة الذي مر. قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة، فقال له أي الرجل الذي في الحديقة الذي يحول الماء بمسحاته، يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ أنت تسألني عن اسمي ليه؟ إيش السبب يعني؟ لعل السؤال ملفت للنظر. فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك، ثم وجه له السؤال فما تصنع فيها؟ فما تصنع فيها؟ إيش الذي تصنع أنت فيها؟ فما تصنع فيها؟ قال أما إذا قلت، يعني عشان نجاوبك يعني، هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها الثمر أو الحصاد الذي يخرج من هذه الحديقة فأتصدق بثلثه، وفي رواية أجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل، هذا الثلث الأول، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه، يعني النتاج المحصول يقسمه ثلاثة، ثلث الفقراء والمساكين وابن السبيل، وثلث له ولعياله، وثلث يقوم بإنفاقه على الحديقة كي تثمر أكثر وتنتج أكثر. فمن أجل هذا يعني كان هذا السوق. الشاهد من الحديث أن العدوان ساق هذا السحاب لمثل هذا الرجل المؤمن الذي يؤدي حق الله عز وجل في يعني ما أنعم به عليه. نعم. قال وفي التنزيل في القرآن والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت، أو يعني أيضا كما قال حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني كما قلنا في الريح إذا علت، كذلكم في الغيم الشديد إذا أقبل وعند المطر أيضا كان يخاف، مع أنها رحمة في ظاهرها وقد يستبشر بها القوم والناس، لكن سلم كان يخاف لعظيم علمه أنها قد تكون يعني للعذاب أو للانتقام أو إلى آخره، فكان يبدو عليه يعني الخوف الشديد لمجرد مقدمات الريح أو مقدمات المطر التي هي الغيم والسحاب الكثيف، فكان عليه الصلاة والسلام يتأثر ويخشى أن يكون فيها العذاب والانتقام، ولذلك كما نقلت عائشة هذه الصورة. ونقل هنا الإمام القرطبي أيضا حديث عند ابن ماجة يقول فيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سحابا مقبلا، شوف السحابة جاية وهي تشاهد وهي تمر وتتحرك، إذا رأى سحابا مقبلا من أفق من الآفاق من أي جنب من الأجناب يعني ترك ما هو فيه وإن كان صلاة. يعني شوف التصوير المشهد لما يشوف سحاب مقبل من أي يعني أفق من الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان صلاة لشدة خوفه عليه السلام، ثم ماذا يصنع؟ حتى يستقبله أي السحاب فيقول اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به، فإن أمطر قال اللهم صيبا نافعا مرتين أو ثلاث، وإن كشفه الله ولم يمطر حمد الله على ذلك صلى الله عليه وسلم. يعني شوف شدة الخوف، أول ما يشوف يبدأ يعني ينصرف له ويتوجه الله عز وجل ويدعو ويتضرع، إذا كان المطر قال اللهم صيبا نافعا أو صيبا هنيئا في رواية أخرى إلى آخر هذه المعاني، إذا يعني لم يمطر ومر قال الحمد لله الحمد لله، حتى وإن قلنا نحن نحتاج إلى المطر لكن مضت، فكونها تمر هو أريح للنبي صلى الله عليه وسلم من نزولها، لأن النزول قد يكون فيه العذاب
لمجرد احتمال أن يكون فيه العذاب على نحو هذا المعنى الخطير. نعم، يعني هذه الرواية عند ابن ماجه وهي أيضا لها مثيلة عند الإمام مسلم باختلاف بسيط في المعاني. وفي رواية أخرى لما سألته عائشة عن تغيره ودخوله وخروجه واضطرابه لما رأى مثل هذا السحاب، فقال لها يا عائشة لعله كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، العارض اللي هو إيش؟ السحاب المزد. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، هم فرحوا به، قالوا المطر وصل، ويعني مستقبل الأودية التي فيها الزراعة وفيها الرعي وفيها الأنعام والكلى، فرحوا بذلك. فكانت الإجابة كما في يعني في السورة في سورة الأحقاف، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، يعني هذا السحاب إنما فيه العذاب الأليم والعياذ بالله على صنيعهم. ولنا وقفة هنا مهمة جدا إخواني، نحتاج إلى أن ننظر إليها بعين الاعتبار يعني الحال الذي نحن فيه. يعني نحن نتعامل مع هذه الآيات التي مرت بنا وذكرناها بسلبية عجيبة جدا، لا نلقي لها بالا، سواء مع الليل أو مع النهار أو مع مثلا الفلك في البحار وكيف سخرت، أو مع مثلا إنزال الماء من السماء، أو مع الريح، أو مع السحب والمطر، نتعامل معها بسلبية عجيبة جدا، وكان الأمر لا يعنينا، وكأننا قد أخذنا صك أمان. كيف أنا يعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أمثل مجتمع كما قلنا ونكرر كان يخاف، كان يضطرب، وكان يفزع، وكان يلجأ ويهرع إلى الله ويستعمل الدعاء والتضرع إلى آخر هذه المعاني، ونحن لا نلقي بالا، سواء أتت هذه الآيات سواء امتنعت، وفي الحالتين خطر. يعني لنضرب مثالا المطر، مثلا إذا منع القطر من السماء هذه آية، وهذه تدل على خلل كبير، وهذه تدل على أن الناس غيروا وبدلوا وأكثروا من ذنوب المعاصي وجهروا بها وقل حياؤهم، ويعني وقعوا فيما لا يحمد عقباه. في الحقيقة هذا أمر مسلم به عندنا في الشرع، فنحن لا الذين انشغلنا بغياب المطر وتأثرنا، ويعني كان الخوف على أنفسنا وعلى أهلينا وعلى مجتمعاتنا وعلى أمتنا، ولا نحن الذين تأثرنا حينما يأتي السحاب ويكون المطر. في الحالتين عندنا سلبية في التعامل مع مثل هذه الآيات. إيش هذا إخوان؟ هل هذا يعني عدم تصديق بالمعاني؟ هل هذا تقليل من شأن النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب الكرام الذين كانوا يتفاعلون مع الآيات تفاعل حقيقي مؤثر يظهر على الجميع في أرض الواقع؟ نحتاج إلى أن نتربى مع الآيات. الإنسان لو استشعر إخواني هذه الآيات ونظر إليها من خلال هذه المعاني لا شك أنها ستعطي أثرا عظيما على نفسه، وتدفعه إلى الجد والاجتهاد ويعني الانتباه لها، لأنها في الحقيقة في منتهى الخطورة. يقول الشيخ العثيمين عليه رحمة الله: والسحاب هو الغمام والمزن، وسمي سحابا لأنه ينسحب انسحابا في الجو بإذن الله عز وجل، والمسخر أي المذلل له هو المولى تبارك وتعالى لمصالح الخلق. ويعني الآيات التي فيه في السحاب، يعني واحد يقول هل السحاب يعني لمستوى مثلا خلق السماوات والأرض، يعني آية كتلك الآيات أن يردف معها؟ قل شك أن السحاب لو نظرنا فيه لوجدنا أنه آية من الآيات العظيمة جدا 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 التي تدل على عظيم قدرة الله عز وجل. والدلائل التي في هذه الآية يعني ينبغي أن تكون حاضرة القدرة والحكمة والرحمة، ترتبط بهذه المعاني الثلاث. انظر إلى معنى ارتباطها بالقدرة، أنت حينما تنظر إلى السحاب وكيف يجمع وكيف يفرق وكيف يأتي مثلا مرة مظلم مخيف مرعب في 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 شكله وفي ظاهره كما تطلعون في بعض أيام الشتاء الشديدة، ومرة يأتي بسيط وشفاف ورقيق، وأحيانا يتجمع بسرعة وأحيانا يتفرق بسرعة سبحان الله، وأحيانا يمر على مكانه في مس الحاجة إلى قطرات ولا ينزل فيه شيء بل ينطلق لمكان آخر سبحان الله. فهذا دليل على عظيم قدرة الله عز وجل. قل لي بالله عليك لو أن الدنيا بأسرها اجتمعت على تسيير سحابة واحدة أو على إرغامها على أن تنزل في مكان بعينه، هل يقدر أحد؟
أبدا يا جماعة، ما يستطيع أحد. لكن هذا يدل على قدرة الله عز وجل أن سخر هذا السحاب بهذه الكيفية، بهذه الطريقة البديعة. كذلك مثلا يعني الإشارة إلى الحكمة، انظر إلى حكمة الله عز وجل، قد تقول سبحان الله هنا يحتاجونه أكثر، وهنالك قد يكون لا حاجة لهم به، لكن أنت لا تدري، لأن الله عز وجل يوجهه بحكمة وينزله أيضا بحكمة سبحان الله العظيم. يعني حكم أرادها سبحانه وتعالى قد تبدو وقد لا تبدو لنا، لكن في الحقيقة لا نشك أنه ما ينزل إلا بحكمة يعني لله تبارك وتعالى، فهذا مرتبط بعظيم علمه سبحانه وتعالى. كذلكم على يعني ارتباطه بمعنى الرحمة، لو نظرنا إلى نزول المطر لوجدنا فيه رحمة عظيمة جدا، رحمة عظيمة مقرونة بالحكمة. إزاي نزول المطر؟ كيف ينزل المطر يا إخواني؟ ينزل حبيبات صغيرة جدا. طيب إيش رأيكم لو صبا مرة واحدة المزدة نزلت بحلقة دب مرة واحدة، ما هي كلها مية، هي ينفع؟ لهدمت البيوت والصوامع والأسواق، ولهلك الحرث والنسل، ولدمرت الدنيا. وليه رأيكم؟ شوف سبحان الله، تنزل نقاط معينة في بعض الأثر مع كل قطرة ملك ينزل بها إلى الأرض سبحان الله العظيم. إيش هذا المعنى؟ هذا دليل على عظيم حكمته. ومن أثار الرحمة في هذا أنها تنزل في الأماكن التي حدد لها، فتظهر الخيرات والبركات والكلاء. وقد يعني أمر لا يبدو لي ولك، بعض الدواب والأشياء التي في بطن الأرض تنتفع بهذا المطر، وأنت قد تقول المطر نزل هنا لماذا؟ لأنها أرسلت خصيصا مثلا لبعض الحشرات، لبعض الدواب، لبعض الهوام، لبعض السباع، لبعض الأماكن التي يعني يعلمها تبارك وتعالى فيها مس الحاجة لقطرة ماء بطريقة أو بأخرى. فعليك أن تقف فعلا يعني معظما لهذه الآية، لأنها مرتبطة بالقدرة والحكمة والرحمة، وهذا كله عن طريق عظيم علمه سبحانه وتعالى بما في كونه عز وجل. نعم، قوله تعالى لآيات لقوم يعقلون، يعني هذه الآيات التي ذكرنا إنها آيات لقوم يعقلون. قال ابن كثير أي في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى، كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال وعن عطاء قال نزلت على النبي، يعني هذه الآية التي بين أيدينا، على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فقال كفار قريش بمكة كيف يسع الناس إله واحد؟ شوف سؤال عباد الأصنام والأوثان يسألون هذا السؤال، كيف يسع الدنيا كلها مثلا إله واحد؟ نعم، فأنزل الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله تعالى لآيات لقوم يعقلون، يعني هذا كبرهان وكدليل على يعني وحدانيته سبحانه وتعالى. فبهذا يعلمون أنه إله واحد وأنه إله كل شيء وخالق كل شيء. ومن قال وعن أبي الضحى قال لما نزلت وإلهكم إله واحد قال المشركون إن كان هكذا فليأتنا بآية دليل، يعني فأنزل الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله تعالى يعقلون كدليل على وحدانية الله تبارك وتعالى. نقول يعني في هذه الإشارة الجميلة الآيات لقوم يعقلون، يعني كما عند كثير من السلف هذه الإشارات التربوية الرائعة، قال أي لهم عقول، والمراد هنا عقل الرشد الحامل على من اتصف به على الانتفاع بالعقل، فالعاقل حقا من انتفع بمثل هذه الآيات الدالة على عظيم قدرته وحكمته وعلمه ورحمته وتمام سلطانه وربوبيته سبحانه وتعالى لخلقه. يعني الإشارة قد يكون الإنسان يا إخواني عاقل، وقد يكون ذكي جدا وعنده ذكاء خارق ماشي، لكن سبحان الله لا يهتدي بعقله هذا بذكائه هذا إلى الانتفاع بمثل هذه الآيات، فلذلك هو محروم محروم، وهذا من الخطورة المكان، احذر أن تكون من المحرومين. عندك عقل والحمد لله، لست بمجنون، لست يعني بمعتوه، الحمد لله عندك عقل، فإن لم تنتفع مثل هذه الآيات فهذا فيه إشارة أنك يعني في خطر كبير، أنك لم تنتفع بنعمة العقل
ولم يرشدك هذا العقل للانتفاع بمثل هذه الآيات. وإلا فالحديث عن الكفار لا يعقلون تجد هذه الكلمة يعني موجودة كثيرا في التعقيب على حال الكفار وأهل الإلحاد والكفر، لا يعقلون يعني لا يفهمون لا يتدبرون لا يعني ينظرون إلى آخره، لم يستعملوا هذا العقل. ولذلك يعني العقل الحقيقي الذي يهدي للرشد هو الذي ينتفع بآيات الله عز وجل، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني الدعوة في القرآن وكذا في السنة إلى يعني استعمال العقل في النظر في التفكر في التدبر في يعني التأمل. قالوا ربع القرآن يدعو إلى التفكر والاعتبار، ربع القرآن يدعو إلى التفكر والاعتبار والنظر. ولذلك يعني الصحابة كانوا يعون هذا المعنى، يعني لما سئلت أم الدرداء عن عبادة أبي الدرداء إيش قال؟ إيش قالت؟ قالت كان النهار أجمع خاليا يتفكر، طول النهار قاعد يفكر. سبحان الله، عباد تفكر في الآيات وفي عظيم يعني المخلوقات وفي يعني سعة ملكه سبحانه وتعالى، هذا كله يؤدي للتعظيم والإجلال والتوقير والعمل والسمع والطاعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حريص على تحقيق هذا المعنى. ولذلك كما في هذه الآيات التي استشهد بها الإمام الكثير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم إلى آخرها، لما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يعني تأثر بها جدا، كما في حديث بلال يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان في ليلتها ودخل معها في لحافية حتى مس جلده جلدها، ثم قال لها يا عائش تأذنين لي أن أتعبد إلى ربي بيستسمح يعني وهي ليلة. شوف يعني الحرص على يعني إرضاء زوجته ويعني التلطف له والتودد، فأذنت له فقام يصلي عليه الصلاة والسلام، فقالت قام فأطال في قيامه وركوعه وسجوده وظل يبكي بكاء شديدا. أذن للفجر وانتظروه للخروج ليقيموا الصلاة فاستبطأوا، فطرق بلال واحتجبت عائشة، فدخل عليه بلال فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء شديد جدا، ففداك بأم يا رسول الله ما الذي يعني يبكيك أو ما الذي أخرك إلى آخره، وأعلمه بأن موعد الصلاة. قال يا بلال لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرهن ولم يتدبرهن، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. دعوة للتفكر، دعوة للاعتبار، دعوة للتدبر، والعتاب شديد في القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ها؟ أم على قلوب أقفالها؟ لماذا؟ ليش لا يتدبرون؟ فإن لم تستغل هذا العقل هذه النعمة العظيمة في التدبر والتفكر والنظر والاعتبار في مثل هذه الآيات، لا شك أن هذا فيه خطورة بالغة وخطورة شديدة، ونحن نخشى أن تكون يعني ممن أغلق على قلوبهم، وهذا من الخطورة في مكان. احرص على أن تحرك يعني قلبك وأن تغتنم الفرصة جيدا ليعني تزداد إيمانا وتكون أحرص على العمل لتكون أخوف وأرجى ولتكون أخشى لله تبارك وتعالى من غيرك ممن قصر في هذا الجانب. فاغتنم الوقت في مثل هذا، وهذا هو هديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان في دعاء مشهور اللهم اجعل نطقي ذكرى وصمتي عبرة ونظري، اللهم اجعل نطقي ذكرى وصمتي فكرة ونظري عبرة. فتخيل معاني إيمانية راقية جدا تحتاج إلى كلام كثير. كم مضى من الوقت يا شيخ؟ ساعة العشرة. في كلام جيد الإمام السعدي في هذا، لكن عندنا تعليق مهم جدا، يعني نكتفي بهذا القدر من التفسير ونشير إلى هذا التعليق. يعني وشهد شاهد من أهلها، طبعا كما عشنا في أحداث غزة ويعني تابعتم معنا وكيف يعني، والحمد لله كان اهتمام هذه الدعوة المباركة بإخواننا في غزة، وكيف كانت دعوة الناس إلى يعني المشاركة لإخوانهم بكل ما نستطيع وبالقدر المتاح والمستطاع، ويعني ما كللنا ولا مللنا من يعني التنبيه على التبرعات والدعوات والتضرع إلى الله عز وجل ونشر القضية وبيانها للناس وتذكير الناس بأمرها وبيان هذا للناس يعني بتوضيح كامل، والحمد لله رب العالمين. وهذا من حقهم علينا،
ونؤكد أننا لن ننقطع وما زلنا نناصر إخواننا لأنهم من أهل السنة والجماعة، وندعو لهم دائما ونحرص على يعني أن نؤدي الحق الذي لهم علينا، ولكن من جملة هذا الحق النصح لهم. الآن الأحداث توقفت وبدأت يعني التصرفات وبدأت يعني أحل تطفو على السطح، تحتاج منا إلى تقديم النصيحة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا لا يجوز ولا يليق بأبناء هذه الدعوة. نحن فعلا وقفنا ولن نتوقف عن المساعدة ولن ننقطع، لكن هذا لا يمنعنا من قول الحق وكلمة الحق. رأينا يعني توجه إلى يعني معسكر الشيعة شديد جدا ملفت للأنظار بصورة يعني لا تخفى علينا جميعا، حتى أن المسؤول السياسي ذهب إلى إيران ويعني قبل يد خميني المجرم الذي يعني يقول أن القرآن محرف وأن أمهات المؤمنين يكفرهن ويكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا سبعة، ويقول يعني رد البخاري ومسلم، ويقول بأن الأئمة الاثنى عشر أفضل من الأنبياء ويعلمون الغيب، كلام يعني يخالف عقيدة سنة الجماعة تماما. فتعجبنا لمثل هذا الصنيع، وخصوصا القول الذي صدر في مثل هذه اللقاءات أننا بتوجيهاتكم المباركة وبتعليماتكم وبيعني كلماتكم، سبحان الله العظيم، هذا لا شك أنه خلل، لابد أن ننصح إخواننا، لا يصح هذا ولا يعقل ولا يليق. ويعني الشيعة لن تنصر القضية، ولكن هي تلاعب بالمشاعر وبالمواقف لمكاسب سياسية معروفة لهذا المنهج الخارب العفن كما تعلمون. فنقول لإخواننا اتقوا الله عز وجل في أهل السنة، ولا يعني يدفعكم تقصير بعض أهل السنة من أداء الحق الذي لكم في أن ترتموا في حضن الشيعة، هذا يعني حضن مخيف مرعب، لن تجدوا فيه إلا الشوك، ولن تجدوا فيه إلا فساد العقيدة والخلل في يعني العقيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يعني يكون هذا التوجه وهذه التصريحات التي أدمت القلوب في الحقيقة؟ لكن هذا دفعنا لأن ننصح ونقول اتقوا الله تبارك وتعالى ولا تشيعوا القضية بهذه الصورة، فهذا دمار وضياع. وإلا فنحن قلنا في خضم الأحداث نحن لا نريد كلمات وتهيج المشاعر والتلاعب بمشاعر الناس على الفاضي كما يقولون. لماذا لا يطلقون بعض الصواريخ من إيران وعندهم صواريخ عابرة للقارات؟ لماذا لا يطلقونها؟ يعني يخففون عنهم لو كان القول الذي يقولون صحيح. قلنا هذا الكلام في حين لو تذكرون، الحمد لله شاهد من أهلها، هذه قصاصة عندي بعض الجرائد، تكلم في مؤتمر صحفي سفير إيران في الكويت تقريبا، يتكلم يجيب على بعض الأسئلة، ومن جملة الأسئلة يقول لنا أنتم عاوزنا نخش الحرب ونطلق الصواريخ من إيران عشان خاطر فلسطين، لن نفعل ذلك، نحن لن نفعل ذلك بصريح العبارة، بصريح العبارة. يبقى إذن عملية كلام وتلاعب بالمشاعر، هذا كلام صريح، يعني لولا أن الخط ضعيف جدا يعني لا أستطيع أن أنظره، لا أحاول أن أقرأه. يعني يقول أكد السفير الإيراني لدى الكويت علي جنتي أو قريب من هذا أن بلاده لم تكن تستطيع التدخل لمساعدة الفلسطينيين عسكريا في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لأن ذلك يعني إطلاق الصواريخ الإيرانية على إسرائيل، وهو أمر لن تفعله إيران من أجل الفلسطينيين. شفتوا الكلام صريح إزاي؟ لن تفعله إيران من أجل الفلسطينيين. جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده بالكويت بمناسبة ذكرى مرور أكثر من 30 عام على قيام الجمهورية الإيرانية. وقال جنتي أن إيران أدت ما عليها، شوف اللي أدته إيه، أدت ما عليها تجاه الفلسطينيين عندما أرسلت سفينة تحمل أكثر من 1000 طن من الأغذية والمواد الطبية إلى غزة، مؤكدا أن الذين طالبوا إيران بالتدخل العسكري لا يفهمون شيئا. كان يذكر اسم آخر، رجل اسمه اسفنديار رحيم مشائي مساعد الرئيس الإيراني أحمد نجاد، هذا يعني رجل من الرجالات الكبار. إيش يقول هذا مساعد الرئيس الإيراني نجاد؟ يقول قد أكد في إيران أن أكد أن إيران تعتبر الشعب الإسرائيلي شعبا صديقا. خلي بالكو، يعني هذا مساعد الرئيس يعتبر أن الشعب الإسرائيلي شعب إيش؟ صديق، حتى لا يغرر بنا، حتى لا يتلاعب بمشاعرنا، يقول أن الشعب الإسرائيلي شعبا صديقا. أما علي خميني اللي هو مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران والذي يعني اعتبروه الأستاذ
والموجه وهو أستاذ حسن نصر الله هذا يقول إيش اسمع إيش يقول علي خميني رئيس الجمهورية الإسلامية فقد رفض أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة السماح للشباب الإيراني بالانضمام إلى المقاومة الفلسطينية مؤكدا أن إيران لن تحارب إسرائيل بسبب عدوانها على غزة بما يعني أن دعوة قادة إيران لشباب الدول الإسلامية من أجل الانضمام إلى المقاومة في فلسطين لا تنطبق على الشباب الإيراني يعني تهيج وتلاعب بمشاعر الناس عجيب وغريب فبات من باب الأمانة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة نحذر الناس هذه سقطات يعني بسيطة ظهرت منهم وهذا من رحمة الله بنا ومن نقب وتابع لا شك سيجد أمثال هذه السقطات الكثيرة التي تفصح عن حقيقتكم يعني لا أقول أحد غريب ابني الصغير يعني على النت أنزل حوار عجيب جدا في خضم الأحداث يقول لي أبي حوار بين اثنين من الشيعة وسجل وسحبوه بعض الأخوان جزاهم الله خيرا بعض الأخوة من على بعض المواقع اتصال هاتفي يقول وهو يصف الأحداث واحد للثاني يقول رأيت الدمار والخراب والقتلى ويثني يقول والله اليهود أثلجوا صدورنا بينفعلوه في حماس بالنص مسجلة صوت لو من أراد من يسمعها منكم هي موجودة على بعض المواقع بالصوت فرحين سعداء بمثل هذه الأحداث التي كانت والخراب والدمار الذي وقع لإخواننا لكونهم من أهل السنة ويعني تكلم بكلام لا أستطيع أن أتكلم فيه لشدته ويعني قذارته والعياذ بالله من باب إظهار الشماتة في أهل السنة والفرح لما فعل يهود من الخراب والدمار والعياذ بالله فنقول لإخواننا في غزة وفي حماس اتقوا الله عز وجل في يعني أهل السنة واحذروا الخداع الشيعي أيضا تعليق مهم جدا يعني ينتظر كثير من إخواننا ولكن لعل الوقت لم يتسع يعني لاستقراء الأحداث جيدا الأحداث الصومال الأحداث التي وقعت في الصومال وانسحاب القوات الأثيوبية ووصول الشيخ شريف أحمد إلى السلطة ويعني الأحداث التي جرت بينه وبين المقاومة والخلاف نقول يعني تريثوا لا تتسرعوا بالحكم على الأحداث ننتظر حتى نستكشف الحقائق ويعني تنجلي الحقيقة ونقول يعني للناس جميعا انتظر ولا تتسرعوا في الحكم على أحد حتى تتضح الصورة ويعني تبان الحقيقة بإذن الله تبارك وتعالى لأننا لا نريد أن نتسرع في الحكم على الأحداث لمجرد الوهلة الأولى فقد يكون في هذا تصرف الحكم على بعض الأطراف فنحن ننتظر وندعو الله عز وجل أن يجمع شمل المجاهدين هنالك وأن يوحد صفوفهم وأن يوفقهم يعني ليجتمعوا على كلمة سواء أما إن كان في خيانة أو في غدر أو في بيع للقضية فهذا يعني عندنا أدلة وقرائن شرعية إن الله لا يصلح عمل المفسدين فإن كان كذلك فإن الله عز وجل لهم بالمرصاد وسينتصر أهل الجهاد يعني بالله تبارك وتعالى على الخونة إن كانوا والعملاء إن كانوا وستظهر الحقائق لكن لعل الأمر فيه يعني التباس فلننتظر ولا نتعجل في الحكم على الأحداث حتى تبان لنا الحقيقة وسنتكلم بشيء من التفصيل بالله تبارك وتعالى فيها.